لا مش ممكن اوافق على كده ابدا. الشركه دي ابويا وجدي فانوا عمرهم عشان يخلوها اكبر شركه في الشرق الاوسط، مش هاجي دلوقتي وابيعها. يا محمود احنا مش هنبيع الشركه كلها، احنا هنبيع 3 فروع بس نسدد مستحقات الشركه علشان نقدر نرجع السوق من جديد. والفروع دي لما هتتباع هيتشال من عليها اسم الحناوي مش كده؟ اكيد طبعا، بس يعني ما فيش بس، اسم الحناوي مش هيتشال من على الشركه طول ما انا عايش، مفهوم؟ ما يتشال اسم الحناوي او ما يتشالش اسم الحناوي، مش احسن ما نروح في داهيه؟ ما تتكلم يا مصطفى، غرست دلوقتي وساعه الجد انا بس اللي بتكلم. ايه عايز تقول حاجه ولا ايه؟ خلاص صالح حوسي اشتراكم كلكم. طب اسمعوني بقى، الشركه دي مفيش ولا فرع فيها هيتباع طول ما انا عايش، لما اموت. محمود 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 في ايه دكتور يا جماعه؟ محمود في ايه دكتور يا جماعه؟ محمود محمود محمود, محمود. ممكن تكون أزمة قلبية في سن صغير زي كده؟ فيصل هنتأكد. حسن عايزك تجمع لي معلومات عن الشركة. معلومات عن إيه بالظبط؟ معلومات تفيدنا في شغلنا. في إيه يا حسن؟ حاضر. إحنا أول مرة بنشتغل؟ آسف معلش. بقول لك إيه يا أدهم؟ ليه شاكك إنها جريمة قتل وإن الوفاة مش طبيعية؟ محمود الحناوي من كبار المستثمرين في البلد، وفاته في سن صغير زي كده هيخلينا نحقق لغايه ما نتاكد لو كانت سكته قلبيه او لا. مين اللي كان هنا ساعه الوفاه؟ منير وامجد ومصطفى دول الشركه بتوعه، وفي فكر الفراس. ودول لسه موجودين؟ لسه موجودين. شوف يا باشا، دي ازمه قلبيه. وبعدين انا عايز اعرف يعني ايه؟ اشمعنى انا اللي بتسالني؟ استاذ امجد مش انت الوحيد اللي هنساله، احنا هنسال كل اللي كانوا موجودين ساعه الوفاه. بالنسبه للازمه القلبيه فده شيء يحدده الطب الشرعي مش انا. عشان كده ارجوك تتعاون معانا. تحت امرك. انا هسال حضرتك كام سؤال بس، وبعدها تقدر تمشي. اتفضل. استاذ امجد. ادهم. في شبهه جنائيه. الحناوي احتمال يكون مات مسموم. الموضوع ما طلعش أزمة قلبية. محمود مات مسموم. ومين يعني اللي هيسم محمود؟ وليه؟ صحيح محمود الله يرحمه كان عصبي شوية زيادة عن اللزوم، لكن الحقيقة من يوم وفاة والده الحناوي الكبير وهو ماشي الشركة زي الفل. أمال ليه الناس بيتكلموا عن أزمة مالية؟ عادي، كل الشركات بتمر بأزمات. يمكن الشركة اتعثرت شوية، لكن كان في حلول. زي إيه؟ إننا نبيع شوية فروع من اللي في الأقاليم، وبتمنهم نسدد مستحقات الشركة. ومحمود كان موافق على الكلام ده؟ لا. طيب رفضه كان ممكن يسبب إيه؟ الشركة تعلن إفلاسها وسهمها ينزل الأرض في البورصة ويتخرب بيتنا. ومش شايف إن ده سبب كافي للقتل؟ يا نهار أسود، يعني بدل ما يتخرب بيتنا نتعلق في حبل المشنقه بقى، ده معقوله؟ مين صالح عويس؟ صالح عويس؟ ماله سيادتك؟ فكر الفراش سمع محمود الحناوي هو بيتخانق معاك عشان قابلت صالح عويس. ده تاجر خرده، كان شريك الحناوي الكبير زمان قبل ما ينفصل وكل واحد يدخل في شغل جديد. وده علاقته ايه بشركه الحناوي دلوقتي؟ من ساعه المرحوم الحناوي الكبير ما مات وهو عينه هتطلع على شراء الشركه. مين اللي كان واقف في طريق؟ محمود. اه ومحمود دلوقتي مات، يعني تقدروا تبيعوا اللي انتوا عايزينه. كلهم عندهم حاجه مخبيينها، كلامهم قلقان وحذر، كل واحد منهم بيعمل حركه لا اراديه ما عملهاش الا الانسان اللي مخبي حاجه او بيكذب. طيب موضوع صالح عويس ده على فكره مهم جدا، ممكن يبقى خيط يوصلنا لحاجه. صالح عويس يا كريم. عيب يا باشا، كل المعلومات عن صالح عويس موجوده. لا جدع يا رب. أنا طول عمري جدع يا حازم باشا، بس أنت اللي قافش مني شوية. كريم كمل. صالح عويس أكبر تاجر خردة في وكالة البلح قديمة. طب خد الجديدة، من يوم ما البورصة فتحت وهو بيشتري أسهم شركة الحناوي، وصل دلوقتي ل 27% منها. برضه مش كفاية عشان يسيطر على الشركة،
أمجد ومنير ومصطفى، كل واحد منهم عنده 10% من أسهم الشركة، ولو ضمن 2 منهم بس يبقى ضمن يسيطر على الشركة. بسبعة 40%؟ محمود الحناوي كان عنده 43% بس. يبقى كده في واحد من التلاتة كان موقف حدوتة البيع دي، حد عنده ولاء لمحمود الحناوي. رايح فين يا أدهم؟ عايز اعرف نتيجة فحص ازايز الحاجة الساعة. كلها عادية ما عدا الدايت. تمام، لقيته بصمات؟ كله عليه بصمات، الساعة اللي اسمه فكري، وكل ازازة عليها بصمات صاحبها. الجديد بقى اللي لقيناه جوه الازازة الدايت اللي شرب منها محمود الحناوي. لقيته ايه؟ فياجرا. واللي عايز يقتل محمود الحناوي يحط له فياجرا ليه؟ انت قلت لي ان محمود الحناوي مريض قلب، يعني بياخد دواء فيه نطرات، ده بيوسع الشرايين. الفياجرا كمان بتوسع الشرايين. لو الاثنين اتاخدوا في وقت واحد بيحصل هبوط حاد في الدوره الدمويه. هو فعلا صحيح الناس اللي بيعالجوا قلبهم بالنترات ما ينفعش يستعملوا فياجرا، عشان كده انا كنت محرج على محمود ان ما يستعملش الحاجات دي. طيب محمود كان بيتعالج من امتى؟ يعني من سنه تقريبا. هو عنده روماتيزم في القلب منذ الطفوله وبدا يتعب من سنه. مين كان عارف انه محمود عنده مشكله في القلب؟ مش كتير، أمجد، منير، مصطفى، والراجل التحشي اللي اسمه عتريس عويس. صالح عويس. أيوه بالظبط بالظبط، هما كانوا بيطمنوا عليه لما بيحصلوا أزمة قلبية جامدة. كل دول كانوا عارفين إن محمود عنده مشكلة في القلب. أكيد. الله، مش حبيبي وابن حبيبي، لازم أطمن عليه. وما دام هو حبيبك وابن حبيبك يا حاج، عايز تكوش على شركته؟ ليه بتسميها اكوش يا باشا؟ الله، ده شغل بيزنس يعني. الواد لسه صغير ومش عارف يمشي الشغل، هيفلس الشركه اللي ابوه ضيع عمره عشانها، اسيبه؟ امتى اخر مره شفت محمود الحناوي يا حاج؟ الف سلامه عليك يا حبيبي. مش كنت تقول لي ان انت عيان؟ كنت ابعتك لاكبر دكاتره في بلاد بره. جاي تشمت يا صالح؟ انا اشمت؟ عيب عليك، انت حبيبي وكمان ابن حبيبي. يا راجل قول الكلام ده لحد غيري، ده انا ابويا الله يرحمه موصيني عليك انت تحديدا. موصيك عليا؟ قال لك ايه؟ قال لي انك وسخ وما بيتمرش فيك الجميل. تصدق انت كده زعلتني من الحاج؟ اسمع بقى يا صالح، موضوع الشركه ده احسن تطلعه من دماغك خالص، لانك مش هتطول منها حاجه طول ما انا عايش. طب بالراحه ما تنرفزش نفسك قوي كده، عشان انت قلبك ضعيف ما يستعملش. ايوه كده، اظهر على حياتك يا صالح، بس اطمن انا قلبي سليم. ما نشوف، الله يكمل على كده. حسب كلام صالح كان متوقع حاجه من اتنين، يا محمود يموت يا الشركه تفلس. اه بس ده حكى لي الموضوع ببساطه. ده اسلوب دفاعي، اللي زي صالح عويس ده عنده خبره كبيره قوي بالدنيا، تخليه يخدع اللي قدامه وبمنتهى السهوله. في كل الاحوال صالح ما نفذش الجريمه بنفسه. اولا صالح ما كانش في الاجتماع، ثانيا محمود فتح الازازه بنفسه، فلو صالح له دخل بالجريمه اكيد اتعاون مع حد من جوه الشركه. حلو، يبقى احنا دلوقتي محتاجين نعرف ازاي لقيت الحط فياجرا في ازازه حاجه ساقعه مقفول. انا اقول لكم ازاي. الازازه بلاستيك وانا فحصتها كويس قوي، لقيت القاتل خارم خرم قد الدبوس بالظبط، قريب من فتحتها. واضح ان هو جاب 4 اقراص وطحنهم كويس قوي، وبعدين دوبهم بخليط من الحاجه الساقعه، وبعدين جاب حقنه خد الخليط ده كله وحقن بيه الحاجه الساقعه. ما تنسوش ان محمود هو الوحيد اللي بيشرب دايت في مجلس الاداره. يعني القاتل من جوه الشركه. يبقى احنا عندنا دلوقتي امجد ومصطفى ومنير. ادهم باشا، انا عرفت حاجه بخصوص امجد. ايه؟ امجد عنده شركه بتاعته هو لوحده. الشركه دي هي كمان مهدده بالافلاس. كمان ديونها ضخمه قوي، يعني ممكن يتسجن. ده غير بقى ان في رجال اعمال بيشهروا بيه وبيفضحوه في الجرايد. دي معلومه مهمه. شكرا كريم. تحت امرك يا ريس. طب احنا ليه ناسيين فكري الفراش؟ فكري الفراش ايه يا حسن؟ ايه مصلحته انه يقتل؟ ممكن يكون اخذ فلوس من القاتل وحط الفيار. والله العظيم يا باشا، عليا الطلاق بالتلاتة. أنا ما عندي فكرة عن اللي حصل
بس انت اللي جايب الازايز وكانت في عهدتك. ده غير ان بصمتك على الازايز اللي شرب منها محمود الحناوي. عهدتي على ايه يا باشا؟ ده شغلي ولا مؤاخذه يعني، دي ازايز حاجه ساقعه من ساعه ما جت وهي مرميه في ثلاجه الشركه، انا يا دوب طلعتها وهي ساقعه وقدمتها للبهوات. ومات بيها محمود بيه الله يرحمه. الله يرحمه يا باشا. والله يا باشا كان ابن بلد وايده فرطه. تصدق يا باشا والله كان خيره عليا. منهم لله بقى. مين؟ اللي كان عايزين يبيعوا الشركه يا باشا. ده انت عارف كل حاجه بقى. يا باشا انا بقالي في الشركه دي سنتين ومفيش حاجه بتستخبى. تعرف صالح عويس؟ صالح عويس؟ ايوه يا باشا ايوه، سمعت اسمه كتير. ايه حكايه صالح عويس ده؟ هو بيلعب في دماغكو؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يا محمود بس اسمعني دلوقتي، انا وانت عارفين ان الشركه في وضع حرج، وبعدين السوق اهو زي ما انت شايف، يعني لو جالنا عرض ان شاء الله حتى من الجن الازرق علشان ننقذ الشركه لازم نتمسك بيه. انا بقى مستعد اتعامل مع الجن الازرق، لكن صالح عويس لا. ساكت ليه يا منير؟ ما تقول حاجه. هرد اقول ايه بس؟ يعني انت يا امجد ما لقيتش غير صالح عويس بتاعك ده اللي اتباع له الجزء اللي فاضل من الشركه؟ اه ما لقيتش غيره، وبعدين انا ما وجهتش كلامي ليك لان عارف انك هتقف في صف ولي نعمتك. على فكره بقى انا مش هرد عليك، شايف محمود بيكلمني ازاي؟ منير مش وقتك خالص. طب نحسبها مع بعض يا محمود. مش هحسبها. الله، ما هي دي مش طريقه، انت كده هتخرب بيتنا وتفضحنا. انا قلت اللي عندي. واحنا مش هنسمح لحد انه يخرب بيتنا. يعني ايه؟ افهمها زي ما تفهمها، انا بس بحذرك. ده حقيقي، افضل عرض جالنا وكان ممكن ينقذ الشركه هو عرض صالح عويس. لكن محمود ما كانش موافق. رس عنه الشركه ساعتها هو مش عارف يديرها كويس. غريبة قوي يا أستاذ منير، اللي أنا أعرفه إن أنت الوحيد اللي كنت واقف جنب محمود ورافض بيع أسهم الشركة لصالح عويس. الحقيقة ده لسببين، أول سبب أنا ما كنتش مرتاح لصالح عويس ده، السبب التاني وده الأهم إن محمود الله يرحمه ما يجص بقى عليه غير الرحمة، كان شراني وعنيف أنا ما كنتش بقدر عليه. شراني إزاي يعني؟ كان بيعمل لك إيه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ كان بيهددك بحاجه، ماسك عليك حاجه. ايه ماسك عليك حاجه دي؟ انا ما اسمحش لحضرتك تقولي لي حاجه زي دي، انا راجل ماشي دغري طول عمري، وبعدين انا سكت ليه يا استاذ منير؟ ما فيش حاجه، بس ممكن بقى التحقيق ده يخلص عشان انا اتخنقت واعصابي تعبت وعلى فكره ما فيش حد فينا في الشركه دي ليه مصلحه ان يقتل محمود، لان ما كانش فيه مشكله. والشركه اللي كانت هتفلس عادي بيحصل في اي شركه يعني، ووقت الجد كنت هبيع حصتي زي امجد ومصطفى لصالح عويس، وبرضه ما كانش هيبقى في مشكله. مش عارف حضرتك ليه عايز تعملي مشاكل. لا منير شخصيه مش سهله خالص، بس هو ما كانش بيكذب عليا لما قال لي انه بيخاف من محمود. تفتكري؟ انا متاكده، بس اللي انا متاكده منه ان في حاجه مخبيها، بالذات بقى لما بساله اسئله ليها علاقه ان محمود ماسك عليه حاجه. يبقى لازم نعرف الحاجه دي. لا مش سهل، بالذات ان انت بتتعامل مع شخصيات ذكيه جدا ما بيقولوش غير اللي هم عايزين يقولوه. مش هنغلب، هنعرف بطريقتنا. حازم، عايزك تروح شركه الحناوي وتتاكد لي اذا كان في حد يقدر يدخل المطبخ من غير ما فكر الفراش يحس بيه. وده اللي حصل مع القاتل، دخل المطبخ وخرج من غير ما يتكشف، بس اللي عمل كده كان فاهم هو بيعمل ايه. ايه يا ده؟ العالم كله عارف الفيادرا وتأثيرها، الحاجات دي موجوده على الانترنت. السؤال دلوقتي مين من مصلحته يقتل محمود الحناوي؟ كلهم طبعا، لان لو الشركه فلست هيتخرب بيتهم كلهم. بالظبط، بس في واحد نقل مصلحته دي لخانه القتل، وهو ده الشخص اللي بندور عليه. على كده محمود الحناوي كان بيخطط يقتل صالح. ممكن جدا يا فندم. بص يا كريم، عايزك تجيب لي كل المكالمات اللي عملها محمود الحناوي قبل ما يموت باسبوعين. بقول لك ايه؟ الحكايه دي شكلها مش هتخلص. ده عاشر مره نتقابل بالليل هنا في المكتب زي الحراميه وبرضه مفيش جديد، والظابط شاكك فينا كلنا. وبعدين انا عايز اخلص بقى. خلاص هاني، القضيه مش هتطول. واحنا ايه اللي يخلينا نستنى القضيه؟
ما احنا نخلص والقضية شغالة. ايوه بس انا خايف يكون حد شاكك فينا. هيشك فينا ليه بس؟ مش احنا في التحقيق ما خبيناش وقلنا لهم ان الشركة بتفلس. حصل. بس تفتكر مين اللي قتل الحناوي؟ والله اللي بيكرهوه كتير، ما تستبعدش اي حد. انما انت يا معلم مش عارف مين اللي قتل الحناوي؟ وانا هعرف منين بقى؟ هي الحقيقه حدوته ظريفه جدا، بس ما تزعلش مني يعني، ما تدخلش المال. امال انت اتقابلت ليه انت وامجد في الشركه لوحدكم؟ بيزنس يا باشا. بيزنس؟ امال فين بقيه الشركة؟ وفيها ايه يعني؟ تفتكر احنا ممكن نعمل اي حاجه من غير موافقتهم؟ بس هو البيزنس كده يا باشا. انا هقول لك، امجد كان هيبقى له حصه زياده شويه ياخدها من تحت لتحت يعني. ادي الحكايه كلها. ايه يا امجد بيه، مش شايف ان المقابله دي غريبه شويه، خصوصا انها حصلت من ورا الشركه؟ انا ما بعملش حاجه من ورا حد. يعني المدير ومصطفى عارفين انك كنت رايح عند صلاح حويس؟ اكيد كانوا هيعرفوا، بس انا دلوقتي عاوز افهم، هو انا متراقب ولا ايه؟ لا لا انت مش متراقب، صالح عويس هو اللي متراقب، عشان هو المشتبه رقم واحد. ومن خلال مراقبتنا لصالح عويس سجلنا مكالمة ليك بينك وبين صالح، وعرفنا عن موضوع المقابلة اللي بينكم. انا حر اقابل اي حد في اي وقت، انا رجل اعمال وليا سمعتي ومسؤول عن اللي بعمله. وبعدين بالمناسبة المقابلة دي كانت علشان نتكلم في شغل، ولو سيادتك رجعت الكلام اللي دار بينه وبينه مش هتلاقي فيه اي اتفاق عن جريمة قتل. اللي بيحصل ده غلط في حقي، ده يضر باسمي وسمعتي. وهو ما يضر سمعتك انك تقتل محمود الحناوي؟ انا ما قتلتوش، ولو كان اتقتل يبقى حد تاني اللي قتل. بص يا محمود، مشاعرك ناحية صالح عويس دي تخليها لنفسك وبس، ما تدخلهاش في شغلنا. وبعدين انا مش قادر احط وشي في وش الناس اللي بره، كلهم باصيني ان انت ماسك عليا زل، انا ما بقتش طايق. محمود انا بكلمك ما ترد عليا. الشركه دي لو وقعت هيتخرب بيتنا كلنا، واولنا انت. برضه لا، انا عندي 43% من الاسهم، انا هنا اللي باخد القرار، واللي عايزين تعملوه اعملوه. بس ما تنساش بقى ان انا لو انضميت لامجد ومصطفى وبعنا حصتنا لصالح عويس، صالح عويس بنفسه هو اللي هيجي يقعد على كرسيك ده. لكن ده مش هيحصل، لانه لو حصل الصور اللي معايا هتطلع، ومصطفى هيعرف علاقتك بسمر بنته، والدكتور اللي عمل لها العمليه عشان يرجعها بنت تاني هيجي ويقول يا على منير. على فكره بقى انا ممكن اروح لمصطفى واقول له على كل القصه اللي ما بيني وما بين بنته، واطلب منه ان هو يجوزها لي، وهيجوزها لي، وبرده صالح عويس هيقعد على كرسيك ده. القهوه يا باشا. ايه ده؟ انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ تجننت؟ انا اسف يا باشا، اسف. بقولك ايه؟ انت وجعت قلبي، انا ممكن اطردك من الشركه دي كلها. انت تطردني من الشركه؟ ما تقدرش يا محمود، ما تقدرش. ولو حاولت تعمل كده انا ممكن اقتلك في حركه زي دي. مش هناولها لك يا منير. وقول لي سي امجد اللي عايز يقعد مطرحي على الكرسي دوت انها مش هتحصل، وصالح بتاعكوا ده قريب قوي هتشوفوا صورته في صفحه الوفيات. وامجد عارف منين الموضوع ده؟ يعني حصل الحقيقه. هو حصل يا باشا، بس ارجوك مفيش داعي تكتب الكلام ده في التحقيقات. انت عارف دي سمعه شركه وسمعه بنت غلبانه. انا غلطت وغررت بيها وعشمتها بالحب، بس امجد عارف منين؟ من فكري. فكر الفراش بقى ده جزاتي؟ ده انا انتشلته من الفقر، انا اللي معينه بنفسي في الشركه. بصراحه عنده حق، كنت عايزه يستنى لغايه ما محمود الحناوي يتقتل اللي خيره عليه. باشا محمود ده كده كده كان هيموت. قصدك يتقتل؟ اللي تشوفه سعادتك. بتشك في مين؟ صالح عويس. الا القتل يا باشا، انا الحاج صالح عويس اقدر اعمل اي حاجه انا عايز اعملها. ايه اللي هيخليني اقتل؟ احسبها انت بس كده يا باشا، هتلاقي ان انا مستحيل اقتل محمود الحناوي. يعني كلام منير حقيقي؟ محمود ممكن يعمل اي حاجه. يقتل؟ وايه المشكله؟ اكيد مش هيغلب، ومش بعيد يكون عملها اكتر من 500 مره. وبالمناسبه هو ما قالش الكلام ده قدام منير بس، قاله قدام انا كمان. قال بالحرف الواحد صالح عويس نهايته قربت،
وساعتها هترجعوا لي تاني، ومصطفى شاهد على الكلام ده. حصل، محمود فعلا قال كده. وطبعا لو مات صالح الشركة مش هتلاقي حد ينقذها. وانا بقى ايه المطلوب مني؟ نعترف لسيادتك ان انا اللي قتلت محمود، مش كده؟ لا يعني هو مش للدرجة دي، بس هو اكيد وحيدك. انا عن نفسي ما قتلتوش، اما الباقيين بقى معرفش، اسألوا. انت تعرف ان امجد وصالح يتقابلوا من وراك انت ومنير؟ لا انا معرفش، بس على فكرة امجد بيتصرف صح. الشركة بتمر بأزمة ومحدش هيصبر علينا حتى بعد وفاة محمود، عشان كده لازم نتصرف بأي شكل. بأي شكل. الحكايه كل شويه عماله تتعقد، وده بيصعب الموضوع علينا زياده. ليه؟ احنا عندنا كذا معلومه وكذا دافع. لا لا، ما عندناش كذا دافع، هو دافع واحد. فكر كده، كل الشركاء عندهم نفس الدافع، الشركه بتفلس، عشان كده احنا هنفضل شاكين في ثلاثه بس من غير ما نوصل لحاجه. لازم نلاقي دافع اقوى من كده. خلاص، يبقى لازم نبدا نخطط ونبني من الاول. طيب يبقى تعالوا نقول الاسامي ونشوف ممكن نعمل ايه. طيب عندنا فكري، يعني ملوش مصلحه قوي، بس ممكن يكون نافذ لحد خط. منير عنده سبب انه يقتل، بالذات ان محمود الحناوي ماسك عليه زله، علاقته بسمر بنت مصطفى. ده سبب يقتل عشان مش سبب واحد، دول سببين. السبب الاول الفضيحه، والسبب الثاني نفسي، كسرته قدام محمود، وده سبب قوي جدا يخلي شخصيه زي منير تقتل. امجد اكتر واحد له مصلحه ان عويس يشتري اجزاء من الشركه، ما تنساش العموله بتاعته. وتعطيل محمود للموضوع كان هيسبب له ضرر كبير، خصوصا ان شركته التانية بتفلس، وبالذات انه عارف ان منير ملوش اي لازمه، وان محمود ماسك على منير زله. على فكره برضه العلاقه بين بنت مصطفى ومنير ممكن تبقى سبب تخليه يقتل منير، لكن يقتل محمود ليه؟ طب وصالح عويس؟ مفيش سبب حقيقي، الا اذا كان بينتقم من محمود بعد ما عارف ان محمود ناوي يخلص منه. مطلوب مننا دلوقتي نمشي ورا الخيوط دي لغايه ما توصلنا لحاجه جديده. اول حاجه لازم نعملها هنقرا الفاتحه على روح المرحوم حبيبي وابن حبيبي الله يرحمه. ضابط المباحث هيتجنن، مش عارف مين اللي قتل. ده شاكك فينا ان احنا اللي قتلناه. ما يشك زي ما هو عايز. وحد مننا عمل حاجه؟ طيب احنا بقى عايزين نتفق، انا هشتري الثلاث فروع اللي معروضين للبيع، وكمان هشتري فرع وسط البلد. فرع وسط البلد؟ بس احنا ما اتفقناش على كده يا حاج صالح. ومال؟ نتفق. اصل انا حسبتها كده ولقيت ديون الشركه اكتر من الثلاث فروع، فقلت بقى يبقى اشتري فرع وسط البلد واكمل الباقي. ماشي يا حاج ماشي. مصطفى ممكن تجيب العقود من الخزنه؟ لا لا لا، ما احنا نقوم بقى نمضي في المكتب جوه. اتفضل. اتفضل. في ايه يا مصطفى؟ الخزنه كان فيها 100,000 دولار قبل محمود ما يتقتل. مفتاح الخزنه كان معاك انت يا امجد. بقول لكم ايه؟ مشاكلكم دي تحلوها بينكم وبين بعض، انما دلوقتي لازم تخلصوا وتخلصوني. زي ما انتوا زي ما انتوا. انا ما كنتش حابه اتعبكم واجيبكم عندنا تاني، قلت اجي احقق هنا، بس واضح انه في جريمه جديده. وفي ايه يا باشا؟ خزنه مسروقه؟ لا يا باشا، الخزنه مش مسروقه ولا حاجه. رد عليه بقى يا مصطفى. انت اللي خدت الفلوس اللي كانت في الخزنه يا امجد؟ حصل. انا فعلا خدتهم على سبيل السلفه وكنت هرجعهم، بس ده مش وقته. يعني ايه مش وقته؟ يعني مش وقته. امال امتى وقت؟ دي مشاكل ما بيننا قوي، متهيألي يعني ادهم باشا مش لازم يعرفها. هنتكلم بس مش دلوقتي ومش هنا. امال امتى وفين يا امجد؟ ايه عندنا كلكم كده هتيجوا عندنا.
أنا حضرة الضابط هقول لك على اللي محدش ممكن يقوله لك. كلنا كنا عايزين نقتل محمود، لأن محمود كان عايز يقتل صالح عويس، وقتله معناه خرب بيوتنا كلنا. طب وصالح عويس عارف الكلام ده؟ برضه هقول لك على اللي ما ينفعش أقوله. أيوه كان عارف، وأنا اللي قلت له. ما استبعدش كمان إن أمجد ومنير يكونوا قالوا له، لأن صالح عويس ما كانش ينفع يموت. ده كل اللي عندي، ما عنديش أي كلام تاني أقوله لك. كنت محتاجه وخدته. لو محمود كان عايش كنت خدت فلوس؟ معرفش. يعني خدت الفلوس من ورا محمود؟ أنا شريك في الشركة والفلوس دي من حقي، مش شرط يعني أستأذن محمود علشان أخد فلوس. أي حد في الشركة ممكن ياخد فلوسه في أي وقت. برضه ما جاوبتش على سؤالي. يا باشا هتفق مع مين؟ أنا راجل في حالي، وبعدين لا مؤاخذة هقتل الراجل اللي اللحم اكتفي من خيره. طيب في حد غيرك دخل المطبخ يوم الحادثة؟ لا يا باشا، محدش غيري دخل المطبخ. ما هو أنت لازم تساعدنا، مش هيبقى في غيرك نشك فيه. ما تنساش ان انت الوحيد اللي بصمتك موجود على الاساس، وحالا لسه معترف ان مفيش غيرك دخل المطبخ. يعني لما مؤاخذه يا باشا، كنت هلبس جوانتي وانا بقدم الحاجه الساقعه، هو فعلا اليوم ده محدش دخل غيري، انما قبلها بيوم الاستاذ منير. بقول لك يا فكر، تقدر تروح دلوقتي عشان بكره عندنا اجتماع مهم. بس حضرتك انا لسه عندي شغل كتير. معلش بكره في شغل اهم. ما انا خايف حضرتك يكون محمود بيه محتاجني في حاجه. اخش اقول له وبعد كده. تعالى هنا. مش بقولك تمشي؟ بقولك تمشي يعني تمشي. انا مش مانع عينك ولا ايه؟ يلا. حاضر حاضر. مشيت فكري ليه؟ انت عايز اتكلم مع محمود لوحدك؟ ليه؟ انت عايز اتاسف له عشان ما يفضحنيش قدام مصطفى. بس فكري قال انك فضلت في المطبخ حتى بعد ما مشي. انا فعلا وقفت في المطبخ شويه، بس انا كنت بفكر ايه اللي ممكن اقوله لمحمود عشان يسامحني. قلت له ايه؟ الحقيقه ما قلتلوش حاجه. هو اللي قال. وهو قال لك ايه؟ قال انه قال لمصطفى على كل حاجه. وانت اتفقت مع مين بقى على قتل محمود الحناني؟ بص يا باشا، أنا صحيح من يوم الحناوي الكبير الله يرحمه ما قلشني من الشركة وخلي بيا، وأنا كان نفسي أخدها منه، بس أنا مش أهبل عشان أتورط في قتل. طب وأنت كنت عارف إن محمود هيحاول يقتله؟ لا ما كنتش أعرف، وأنا لو كنت أعرف كنت هسيبه لحد ما يقتلني. كنت هتعمل إيه؟ هقتله طبعا. طب وإذا قلت لك إنك كنت عارف؟ طبعا مستحيل نصدق. دلوقتي صالح انكر انه كان عارف ان محمود كان هيقتل، وفي نفس الوقت اعترف انه لو كان عارف كان قتله. وانا لو كنت اعرف كنت هسيبه لحد ما يقتلني. هقتله طبعا. انا رايي ان كلهم عندهم سبب يقتلوا محمود الحناوي. الصور اللي معايا هتطلع، ومصطفى هيعرف علاقتك بسمر بنته. اعلى منير، امجد عنده شركه بتاعته هو لوحده، هي كمان مهدده بالافلاس. الشركه بتمر بازمه ومحدش هيصبر علينا حتى بعد وفاه محمود. بس في حاجه ناقصه. اللي هي مش عارفه اللي هي ايه، رغم ان انا حاولت اجمع كل الخيوط بس ما قدرتش اوصل لحاجه. الشركه دي لو وقعت هيتخرب بيتنا كلنا واولنا انت. يعني لو جالنا عرض ان شاء الله حتى من الجن الازرق لازم نتمسك بيه. ايه عايز تقول حاجه ولا ايه؟ انا هقول لكم ايه الحاجه الناقصه.